هي دي العمارة اللي فيها الشركة. الشركة في الدور الثالث. احفظوا اسمها كويس لحسن تتلخبطوا فيه وتبقى مصيبة. عيب يا أخ حسين، أنت بتقول إيه بس؟ تحب نجم دلوقتي؟ لا دلوقتي إيه؟ ده يصوت ويعمل لنا غاغة ويقول بيهددوني ويتصل بالبوليس. سبحان الله يا أخي، هو مين فينا اللي المفروض يخاف، إحنا ولا هو؟ استهدى بالله يا أخ كني، العملية مش عافية. الموضوع محتاج قليل من الحيلة يا إخوة. وبعدين زي ما فهمكم الشيخ سعيد بالظبط، ولا أنتوا نسيتوا الخطة؟ لا يا سيدي فهمنا، بس ما اقتنعناش، وأنا شايف إن ده واحد مفسد في الأرض، ولازم نقيم عليه حد الله، الموضوع ده لازم يخلص دلوقتي، أنت ناسي إن هو بيبيع سموم؟ شيت هتسيح. يا أخ حسين أنت بتقول إيه؟ أنا مش فاهم. بقول محدش يجتهد، وتركزوا في الخطة اللي قالوكوا عليها الشيخ سعيد وخلاص، الموضوع مليان تفاصيل وأنتوا مالكوش فيه. أديكوا عرفتوا المكان وعينتوه، وتفضلوا. أدي ورقة بالعنوان عشان ما تنسوهوش. يلا بينا بقى نرجع للشيخ سعيد علشان يتمم على الخطة معانا. الموضوع ده لازم يتنفذ بكرة، انتوا فاهمين؟ وانا الحق اسافر رشيد، انا كمان لحسن هيتخرب بيتي. منك لله يا عم، انت السبب في اللي بيحصل ده كله. اللهم انا سألناك العفو والعافية. يلا يلا يلا، اللهم انا سألناك العفو والعافية. جرايا ام محمود، وانا مش قلت لك ما تكلمنيش من تليفون البيت على الموبايل الا في الشديد القوي. مش تستنى بس تسمعني هقول لك ايه. بيت بنتك هيتخرب، ده يبقى شديد ولا مش شديد؟ انهي فيهم؟ هدى، اصل حسين جوزها لهبل لما سافر قفل الموبايل بتاعه، قامت هي استعوقته راحت له على المحل، اكتشفت ان هو ما فتحش من الاصل. يا دي النيله، ايه رايك احكي لها وخلاص؟ لا اوعى، ده ما بتبانش في بقها فوله، هتصعب عليها تحيه تروح تحكي لها كل حاجه وتبوظ لنا الترتيب. الله يقطعك يا حسين يا غبي. ما هو معذور برضو، بنتك قوية وتلاقيه خاف منها. طب أعمل إيه دلوقتي يا محمود؟ أنا لسه واصل الوردية وما أقدرش أرجع تاني. ما تتصرفي أنت يا محمود، أنت مش هتغلبي، ده أنت أستاذة. وعليكم السلام، في حاجة؟ عايزين نكلم الأخ شافع. طيب ثانية واحدة. السلام عليكم. أهلا وسهلا الأخ شافع. لا أنا الأخ كامل مدير المكتب. عايزين نقابل الأستاذ شافع. خير أمور تحت أمرك. الله، واحنا طالبين نقابل رئيس الجمهورية، حد يخش يقول له ان احنا عايزينه في موضوع مهم، ايه ما ندخله بنفسنا؟ واحدة واحدة يا عم الحاج، انا شغلتي هنا اعرف انت عايز ايه ولا اخش ابلغه. ما مدهاش بقى. تعالى بس رايح فين هنا؟ اهدى عليا كده شوية. الله حلمك يا عم الحاج. اطلب لهم البوليس يا استاذ كامل. اطلب البوليس بسرعة. في ايه؟ انا عارف. في مين دول؟ اخ شافع، السكرتيرة عايزة تطلب البوليس، ايه رأيك؟ خلي البوليس يجي ويحضرنا ويسمع الكلمتين اللي عايزين نقولهم، ولا تسمعهم انت الاول لوحدك؟ روحي يا بنتي بعتي لنا حد من البوفيه وسيبيني مع الاساتذه في مكتبي. يعني انا شايف قدامي بسم الله ما شاء الله ناس متدينين، وشوش سمحه، دقون، وتقتحموا مكان كده من غير استئذان، دي اداب الاسلام برضو. هو اداب الاسلام برضو انك تبيع حبوب مخدره وتموت بيها الناس؟ قالوا لنا برضه انك هتندهش قوي كده، بس احنا ما صدقناش، بس واضح انهم عندهم حق. اسمع اخ شافع، احنا جايين لك من طرف اخوه من منية النصر، ده اهليه من عند الدكتور شعبان عبد العظيم صاحب صيدليه النصر، تهيالي عارفه. لو اتصلت بيه الاخوه هناك هيردوا عليك ويقولوا لك ان احنا حاطينه تحت التحفظ. يعني ايه تحت التحفظ؟ في بنت من بنات القرية ماتت بسبب الإفراط في الحبوب المخدرة، وقبل ما تموت قالت لأهلها هي بتجيب الحبوب دي منين؟ من زبونك الدكتور. وإحنا عرفنا بقى إنه لو دخل النيابة هيطلع منها زي الشعرة من العجين، عشان كده قررنا إن إحنا نقيم عليه الحد بأنفسنا. برضه أنا مش فاهم إصالتي بالموضوع ده. ماشي، أقول لك، الراجل قرر إنه يتعاون مع الإخوة ودلهم عليه، والاخوه اتصلوا بينا علشان احنا نمنع المنكر ممن بعد.
ومش هنستنى لما حد تاني يروح في داهيه بسبب الحبوب الملعونه دي. مش المفروض برضو انكم ما تسمعوش كلام اي حد يا اخواني يا طيبين؟ اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بارك الله فيك، ربنا يزيدك من علامه. بس انا هجيب لك اخر الموضوع ده. احنا جايين النهارده بنيه التفاهم والستر للفتح. عشان كده اقول لك على معلومه واحده يا اخ شافع، احنا نعرف عنك كل شيء، كل حاجه، اين تسكن واين تتحرك وتذهب، كل حاجه بعون الله. يعني ايه؟ يعني قدامك مهله لحد ما نخرج من هنا، تفكر وتسيبك من موضوع المخدرات ده خالص. بعدين يا اخي سبحان الله، ما تجارتك كانت شغاله بما يرضي الله، طمع وحش. بالمناسبه احنا لينا ناس في كل مكان، في المينا، في الجمرك، في قريه البضايع، في كل مكان، واكم من يحب يخدم في البر والتقوى. وبالمناسبه كمان مش شرط يكونوا ملتزمين. برضه انا مش فاهم، انا مالي بالموضوع ده؟ اخ شافع، قد اعذر من انذر، واحنا بنقيم حدود الله في الارض على المفسدين. يعني مفسدين؟ هو في افساد في الارض اكتر من تجاره المخدرات؟ انت ما سبتلناش فرصه تانية، خلي بالك. بس انا شايف عينيك نظره ندم، عشان كده هديك مهله اسبوع تفكر فيها. اخرك الاسبوع ده اخ شافع، يا اما تتراجع عن اللي انت بتعمله وترمي البضاعه اللي موجوده عنك في المخازن، يا اما لا تلومن الى نفسك. والسلام على من اتبع الهدى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا تلومن الى نفسك. انت معايا في الموضوع ده ولا انا لوحدي ولا ايه؟ انا ما اعرفكش. ماتي استر يا رب. حماتي في ايه؟ حماتي يخرب بيتك، فزعتني يا منال على عينك. فزعتك ده ايه وانا دخلت عليك الصاله؟ ده انت نايمه في الشارع. ولا نايمه ولا حاجه، ده انا عيني غفلت كده وانا مستنياك يا بعيد. ايه سنه على ما تيجي من بورسعيد؟ اسكتي، ده انا ما كنتش هرجع ولا الفجر، الطريق كان مقطوع وخرمنا من طريق تاني وكانت شغلانه. بس انت ايه اللي مقعدك كده؟ في حاجة ولا ايه؟ هدى والعيال فيهم حاجة؟ قافل موبايلك ليه؟ ها؟ مش عمك منبه عليك وقايل لك تسيب تليفونك مفتوح عشان هدى ما تشكش فيك؟ هو قال لك؟ اللي قال لي، هو هيخبي عني حاجة يهبل؟ ده انا ستر وغطاه. المهم قافل موبايلك ليه؟ ما انا بصراحة ما بعرفش اكذب على هدى بنتك، بقر واعترف قدامها على كل حاجة، فقلت أحسن حاجة أقفل التليفون. بس هو حصل ايه؟ راحت المحل وعرفت انك انت ما نزلتش النهارده، مع انك قايل لها في التليفون الصبح انك فتحته. طبعا قلبت عليك الدنيا وراحت مكلماك. يا نهار مدوحس، عاجبك كده اللي بتعمليه انت وجوزك؟ قصدي انت وعمي، هتودونا في داهيه. انا هعترف لهدى بكل حاجه. انت اتجننت يا ولد؟ عايز تخرب بيتين؟ مش احسن ما بيت انا اللي يتخرب عليا وعلى عديلي بقى؟ ما تخافش يا اخويا، بيتك انت مش هيتخرب. خد. اخد ايه؟ خد بايد. بسم الله الرحمن الرحيم. كسحتوني كتكونيلة، كسحتوني. اسمع اللي هقولك عليه، انت تطلع على البيت طوال، واول ما تشوف هدى تقول لها انا عرفت انك انت سألتي عليا النهارده في المحل، وتروح مديها ده. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اخ يابا، اخ يابا. ايه ده؟ ده الدواء بتاع حماتي اللي رحت اجيبه من اسكندريه. ده انا دخت عليه دوخه، لفيت يجي 100 صيدليه عبال ما لقيته. بس انا اول مره اشوف عند امي الدواء ده. ده الوجع الكلى. كلى؟ امي ما عندهاش الكلى، امي عندها السكر والمراره والضغط بس. يعني هي جت على الكلى؟ الحكايه وما فيها ان امك تعبت امبارح وابوكي جاب لها الدكتور، وهو اللي كتب لهم على الدواء ده وقال لهم مش هتلاقوه غير في اسكندريه. طب ليه ما كلمتش محمود او احمد؟ ما احنا ما رضيناش نقلهم وننكد عليهم. وابوك لو كان اجازه النهارده كان هو اللي راح جابه، بس الراجل لجأ لي، وعلى فكره محلفني ما تدلكيش سيره يا هدى عشان ما تزعليش. بس انا كنت هعرف منين ان انت هتزوريني في المحل وتجيبي لي اكل معاكي كتر خيرك. اوعي العيال يكونوا كانوا الاكل. ها؟ طب وتقفل الموبايل بتاعك ليه؟
هو انت عارفه يا هدى ان انا ما بعرفش اكذب عليك، قلت اخدها من قصيرها بقى واقفل الموبايل. بس ده مش كذب، ده اسمه اصلاح ذات البين، وانت اللي قايل لي الفتوى دي، يعني مش حرام. بس ما جاش في دماغي خالص. طب انت دلوقتي واقف بتعمل ايه هنا اساسا؟ ما انا هروح فين يعني هعمل ايه؟ انا اول ما قالوا لي ان انت عديت عليا في المحل قلت لا بقى ما ادهاش، انا لازم اجي بقى واحكي لك على كل اللي حصل. ما انت عارفه ان انا ما بقدرش على زعلك. بس انت برضه في ست غلبانه مستنجده بيك عشان تروح تودي لها الدواء. اتفضل يلا روح ودي لها الدواء. طب اكل لقمه الاول. يا ساتر، هو انت على طول كده همك على بطنك؟ خلاص ما تقلقش، انت روح ودي الدواء هكون انا جهزت لك الاكل. يلا اتفضل اتحرك. حاضر، امري لله. يعني عليك يا امي، صاحبة عيا وغلبانه عايزه اصلي وادعي لها. حسين. نعم. متشاله لك يا اخويا اللي انت بتعمله مع اهلي ده في وقت زنقه، ما تحرمش منك يا جوزي يا ابو عيال. كتر خيرك. الله يسامحك يا عمي، ده انا بسببك النهارده كتبت كذب خليني اخش جهنم حتف. يا رب يا رب يكون اللي حصل دوت داخل تحت بند اصلاح ذات البين، والا تبقى حوسه كبيره قوي. يا رب. عارف خالتك ام جورج؟ روح اديها بقى علبة الدواء دي وقول لها ما نجلكيش في حاجة وحش. يا نهار ابيض يا حماتي، وانا اللي صدقت ان انت عيانة بجد؟ هو انا ناقصة عيا؟ انا فيا اللي مكفيني. اصل هدى بنتي حافظة كل الادوية بتاعتي، وعشان كده انا ما لقيتش حجة غير بتاعت الدواء الجديد دي. هات الشاي وتعالى وراي. وانا لما سمعت الخطة بتاعت محمود انبهرت، قلت الواد محمود ده خطر، اتاريه وارث الخطوره منك انت يا حماتي. الحمد لله ان هدى ما طلعتلكيش، والا كنت انا اللي رحت بستين داهيه. جرى ايه يا ولد؟ هو احنا بنعمل حاجه غلط؟ يا سلام، بالله عليك ده انا لميت معاصي اسبوع في الكام ساعه دول. شفت بقى؟ عشان تعرف انك حافظ مش فاهم. ما هو انت لو تركز شويه مع الشيخ الشعراوي هتفهم دينك صح، بدل ما انت عامل لي فيها ابو العريف وفاهم كل حاجه وانت متنقل على عينك ما بتفهمش حاجه. منكم نستفيد يا مولانا. جرى ايه يا ولد؟ انت بتتريق عليا ولا ايه؟ طبعا بفهم. بص بقى، دلوقتي احنا بنرتكب ضرر صغير عشان نشيل ضرر كبير. انهي ألعن، خراب البيوت وضياع العيال، ولا نلم الموضوع بقى؟ يعني افرض دلوقتي امهم وابوهم اتطلقوا، ولا ابوهم راح اتكشح في 60 داهيه واتحبس، مين اللي هيضيع؟ مش هم العيال؟ اهو احنا بقى دلوقتي بنلم الموضوع. فهمتي يا نبهة؟ خلاص هبقى اسال فيها عشان اتاكد. يخرب بيتك، انت هتسيح لنا يا ولا عشان تروح تتاكد؟ هتسال مين يا واد؟ انت اتجننت ولا ايه؟ وانا عبيط يا حماتي؟ هبقى اسال من بعيد لبعيد بالسيم كده يعني. بالسيم ازاي ان شاء الله؟ هتروح تقول للشيخ فزوره؟ قوم يا ولا، قوم هات المصحف ده وحط ايدك عليه واحلف انك مش هتفتح بقك بكلمة. مش حالف. ايه انت خايف من ايه يا ولا؟ ما تخافش، هو انت عملت حاجة؟ أنا اللي شايلة ذنب الحكاية كلها، يعني ممكن ربنا يحاسبني ويجيب لي وجعة كلى بجد عشان أنا اللي اتبليت على روحي. استغفر الله العظيم، أنا يا واد كل ما بتكلم معاك صدري بيطبق عليا. سلامتك يا حماتي، ألف سلامة. الله يسلمك يا أخويا، أنا هبقى سليمة قوي لو أنت قمت وانكشحت من هنا. واعمل حسابك الساعة 10 تكون قاعد مرزوع هنا عشان تفهم حماك إيه اللي أنت عملته بالظبط. أديك عرفت السكة، تحقق بأي حجة وتيجي. شغل مخك شوية، قوم بقى قوم. أعوذ بالله. يا ساتر، طابع على صدري. تك على الصبر يا صاحبي، اديني بس 5 ألم العد عشان الحاج ما يهللش الصبح. لا يا أخويا، لم أنت براحتك وأنا هشم شوية هوا على البحر. خلص وحصلني، وفكر لنا في حته ناكل فيها لقمه قبل ما الواحد يشوف وش عاصم ونفسه تتسد. عشت يا جامد. سلام يا صاحبي. اركب. يا نهار اسود، انت عايزه مني ايه تاني يا ست؟ بس ما تقلقش، بقى في البيت من ساعه. انا مش هوقتك معايا لو كان ده اللي قلقك. قلقني ولا مش قلقني، انت عايزه مني ايه؟ ده انا قلت لك كلام يسم بدنك، انا لو منك وشفتيني تقتليني. ما هو الكلام ده اللي خلاني اجي لك تاني النهارده، انا ما نمتش من امبارح. خلاص يا ستي روحي شوفي سريرك في ايه، انا مالي؟ او رش الشقه، انما كده جنب الورشه حرام عليكي. حرام عليك انت لو ما وقفتش جنبي في اللي انا جايه لك علشان. لا هو ايه ان شاء الله. بص بقى، انا بصراحه فكرت في كلامك كويس قوي، وقررت اني فعلا لازم اواجه نفسي واقف معاها واقفه صح.
واجه البني ادم اللي بحبه وقررت اربط نفسي بيه. بس كنت برهنه دي كلامك مش هيطلع صح. بس للاسف كلامك طلع صح. طلع هو حقير وغزلني. يا ستي حقير خزلك محمود ماله؟ وبعدين عايز اقول لك على حاجه، احنا جنب الورشه لعاشر مره، احنا جنب الورشه، لو حد من الصناعيه عدى هتقطع رزقي. طب اركب معايا نبعد عنه. انت عليك يا عفريتوس، مركب اركب، نركب نروح على فين؟ مش انت راجل جدع وابن بلد؟ مين ابن كلب كذاب قال لك عليا كده؟ شاوري لي عليه في اسكندريه. لو ما كنتش جدع كنت فتحتني، عشان كده انا جايه لك عشان تقف جنبي. انا قررت اواجه الحيوان ده، وانت اللي هتساعدني. ولا تحب اني اروح لابويا واصدمه بالحقيقه؟ بابا عامل قلب مفتوح وممكن يروح فيها لو عايز. يا نهار اسود على حظك يا محمود، يا نهار اسود، يعني كده كده هيتقطع رزقي؟ اتفضلي اركبي. اقول لك على فكره، اركبي انت وانا هحصلك بتاكسي، بس قولي لي هنروح على فين. بقول لك ايه، اركب معايا لو سمحت. البي قاعد دلوقتي في كافيه، وانا لسه بروح واخلص الموضوع ده ودلوقتي حالا. وانت هتساعدني يعني هتساعدني؟ اركب لما اطلع لبابا. دي مجنونه خالص، مجنونه. طب انا هركب معاك، بس المشوار ده بس، المشوار ده بس، وبعد ما المشوار ده يخلص ولا اعرفك. فاروق ممكن تيجي معايا لحظه لو سمحت؟ تخيلوا الهانم جايبالي بلطجي ساكن في شارعها. لا ده زي قريبي وعايز اتكلم معاك شويه. قريبك ده طلعت كدابه كدب السنين. مش قلتلي ان ده شغال عندكم في الورشه؟ فاروق عيب كده، تعالى معايا بليز. نزلي ايدك من عليا، انت جنيتي ولا ايه؟ طب عن اذنكم يا جماعه بس ثانيه واحده هرجعه لكم. تعالى تعال هقول لك. خش خش. بقول لك ايه، من غير وجع دماغ ورغي كتير، البنت دي جايه تقول لك كلمتين اسمعها. عجباكي الفضايح دول يا هيم؟ عجباكي؟ هتزعلها وانا قاعد، ما قالت لك بليز ولو سمحت، عملت لي فيها صايع، اسمع بقى الكلمتين. الكلمتين دول انا سمعتهم قبل كده وما يلزمنيش. شايفه؟ ادي الكلب اللي انت عايزه تتجوزيه. انا لو منك ارميه ورا ظهري، ده ليلتين ويتنسي. مش هينفع. مش هينفع اذا كان قاعد قصادي وانا نسيته اساسا. مش هينفع. تعالى هنا يا ياهر. انت حامل ولا ايه؟ ولا شفتها ولا اعرفها. لا مش حامل، بس يعني طالما دخلنا في بس يبقى في مصيبه بستين نيله. بقول لك ايه؟ انت ابوك وامك هنا ولا سايبينك تمرمط في بنات الناس؟ ما تنطق. وربي اجيب لك ظابط من قرايبي علقك، بس انا ساكت عشان خاطرها. مش عايز. ايه؟ انطق. هنا اهلك. هنا بص بقى يا حبيبي، قدامك اسبوع بالكتير وتاخد ابوك وامك كده زي الحلو وتروح تطلب ايد البنت دي من ابوها. سامع؟ نعم. زي ما بقول لك، والا وديني ومع اهلك هيصحوا الصبح كده هيلاقوك مرمي تحت مترو، مرمي في بحر، وانت صايع وبتلف بعربيتك كتير وبتشوف جيتك مرميه. وعلى فكره الليله دي كلها مش هتكلفني 500 جنيه. هقول لك 500 جنيه ده كتير، بعلبه رمضان واحد ياخد عمره. سامع؟ بس انا لسه بدرس واهلي مش هيوافقوا. يا حبيب قلبي ما انت هتقنعهم، هتقنعهم يا حبيبي، هتشقلب لهم في الشقه كده، هتنتحر وتقطع شرايينك، هتفهمهم ان انت عايز تكتب الكتاب والفرح بعد ما تتخرج. مش انت فاضل لك ست شهور وتتخرج يا حلو؟ مش بس كده، ده انت هتعمل لها اكبر فرح فيك يا اسكندريه. رقاصه، مطرب، ودي جي. دي جي سامع يا ياد؟ وبعد ما الفرح يخلص زي العبيط تعمل باي باي لاي حد معدي في الشارع، وتاخدها وتطلع السويت وتشيلها.
تشيل مين وتخشوا السويت، واول ما تخشوا السويت تنام في الحمام يا كلب او في البلكونه، واسبوع ولاقيك مطلقها. ده الا اذا اتعدلت وحبيتها، بس انا لو منك اضربه بالجزمه. بس ده قرارك بقى، انت حره فيه. طبعا انت فاكر ان كل اللي بقوله ده هزار، وتلاقيك عمال تقول في عقل بالك انا هاخده على قد عقله، واول ما يخرجوا من هنا هطلع عين امها. لا يا حبيبي، بقول لك ايه، تعرف واحد اسمه طارق الضبح؟ الضبح؟ اه لا ولا انا، بس اكيد في واحد في العرب بتاع جنج مريوط او العمريه اسمه سباع الديب، طارق الضبع، او اي حيوان مفترس، وديتك معاه 5000 جنيه، معاكي فلوس؟ ايوه. معاكي فلوس؟ ايوه. حلو قوي. معاكي صوره لخلقه الواد عدله؟ ايوه. حلو قوي. انا عايز صوره وعنوانه وكل عناوين اهله، عشان ده ممكن يهرب عند طنط من طنطاته. من هنا ورايح انت هتبقى تحت عينيا. سامع ولا لا؟ اقعد بقى كده حلو. ها؟ يلا تعدل في قعدتك، عشان احنا هنقرا الفاتحه. مش حافظها ولا ايه؟ مبروك عروسه.